بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي كرة السلة في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من قنوات النادي الأهلي، وننقل لكم مباراة كرة السلة في دور الثمانية ما بين النادي الأهلي ونادي مصر للتأمين على صالة الشهداء، شهداء النادي الأهلي رحمهم الله وجمعنا بهم إن شاء الله في الجنة. النهاردة دور الثمانية والعودة مرة أخرى بعد توقف دام أكثر من شهر لحضور تصفيات بطولة أفريقيا في المنطقة الخامسة الذي فاز بها منتخب مصر وتأهل إلى بطولة أفريقيا. كل التوفيق لمنتخبنا في البطولات القادمة، وألف مليون مبروك لكتيبة البنات بقيادة الكوتش إيهاب الألفي، وأيضا ألف مليون مبروك لتأهل منتخب مصر بكرة السلة رجال إلى كأس العالم المقامة في 2023 مناصفة ما بين اليابان والفلبين. قيادة الكوتش روي رانا كانت آخر أيام التصفيات أمس، لكن دعونا نبدأ ونخوض في أحداث هذا اللقاء. تشكيل النادي الأهلي اليوم هو اللاعبة دينا عمرو رقم 10، سرايا محمد رقم 8، نادين سلعاوة رقم 7، ميرال أشرف رقم 4، رانيم جداوي 15، نوع شتا 23، فريدة وائل 14، رضوى محمد 12، ندى نافع 9، حبيبة بيكو 40، وشي كيلي المحترفة الأمريكية رقم 1، ويارا أسامة الوافد الجديد رقم 44. القيادة الفنية للكوتش طارق خيري ومساعداه كابتن كريم اسماعيل والكابتن علياء محمود. اما تشكيل نادي مصر للتامين النهارده، حور عبد الظاهر رقم 1، هاله علي رقم 7، ملك شعبان رقم 11، رنا عبد الظاهر 12، رحمه خرشت 13، نادين ابو الفتوح، نور حامد، سلوى هارون، والمحترفه ساره ديكي الامريكيه فريده تامر، والحاوي مريم صلاح، ومنا مطيع القياده الفنيه للكوتش نبين عقل. على بركة الله حكام اللقاء النهاردة تامر عبد الفتاح والكابتن حسام عبد المنعم، وعلى بركة الله والجامبول الأول، وهنقول لحضراتكم الستارت لاين أب لكل فريق. شي كيلي بدأت المباراة على طول للكابيتانو دينا عمرو، أولى الثلاثيات لكن لا تنجح، نوشتها على الأوفنسيف ريباوند، سلم للرضوة، طلع للشي كيلي، تحاول تلعب واحد على واحد، تسلم لدينا عمرو، دينا لشي كيلي، شي تلف وترتكز وتشوت، لكن في بلوك هنا على طول، وهنا ال 24 ثانيه كانت هي الاسرع على النادي الاهلي. بالستارت اللاين اب للنادي الاهلي، فريد وائل، رضوى محمد، نوع شتا، والكابتن دينا عمرو، وهنقول لحضراتكم الخام وشي كيلي المحترف. ساره ديكي من مصر التامين مع فريد وائل تعمل بنتريشن، تروح توصل، لكن هنا بيرتكب معاها خطا شخصي من قبل اللاعبه نوع شتا رقم 23، وأولى الأخطاء الشخصية على نوها شيتا، والتو شوتس لصالح سارة ديكي الأمريكية المحترفة الموسم الثاني على التوالي، كان الاحتراف الأول في نادي مصر نادي الطيران. فري ثرو الأول غير ناجح لسارة، وفري ثرو الثاني ناجح لسارة ديكي. هجمة أهلاوية يبدأها عن طريق رضوى لنوها شيتا، مان تو مان نادي مصر التأمين. شي كيلي تسلم لرضوى، رضوى بتستنى السكرينات، تروح على طول للكابيتانو دينا عمرو، دينا تحاول تعدي دينا، تسلم لشي، شي على 3 بوينت، اولى الثلاثيات لكن لا تسجل، على طول ديفنسيف ريباوند على طول من هاله علي، هاله تعمل فاست بريك لساره، ساره ديكي على 3 بوينت، واولى الثلاثيات للساره ديكي لاعبه نادي مصر للتامين. ساره ديكي رقم 24 شفناها حضراتكم. رضوى محمد لشي كيلي، من تو من ما زال نادي مصر التأمين، هاند اوف مع دينا عمرو، دينا تعمل بنتريشن تقف، لكن هنا مخالفة الووكن والترافلينج على دينا عمرو. هلا علي، سلوى هارون، سارة ديكي، ورنا عبد الظاهر. ضغط النادي الأهلي، هلا علي تعدي يا أخت توأم، انتقلت إلى نادي الاتحاد من نادي الزمالك. منا مطيع قطع على سارة ديكي والليب، وتنجح في انها تاخد فاول وخطا شخصي على رضوى محمد رقم 12. تاني الاخطاء الشخصيه على النادي الاهلي، واولى الاخطاء الشخصيه على رضوى محمد. وشوتس لسارة ديكي، فري ثرو اول ناجح لساره، وفري ثرو تاني ايضا ناجح، اربع نقاط، ثلاث نقاط من اصل اربع محاولات لساره ديكي، و3 بوينت لصالح. شي كيلي، شي تقف ترتكز تطلع لنوع شتا،
نوعها تقلب الملعب الناحيه الثانيه لرضوى، تاخذ السكرين رضوى على الاوبن شوت 3 بوينت رضوى، لكن لا ترجع في التسجيل على طول، منها مطيع ديفنسيف ريباوند وتسلم لهاله علي، تبدا الهجمه هاله. واحده من ناشئات النادي الاهلي، بدايه في نادي الشيخ زايد ثم انتقال الى النادي الاهلي وحاليا في نادي مصر التامين. ساره ديكي سلم رنا عبد الظاهر، تلف وترتكس تروح طلع كيك اوت لصلوى هارون، لكن مخالفه الثلاث ثواني على رنا عبد الظاهر. ده مسجل النادي الاهلي اي نقاط حتى هذه اللحظات، لكن دعونا نبدا الهجمه للنادي الاهلي. رضوى محمد لدينا عمرو، دينا على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، لما هلا علي وتروح بالفص بريك تقف وترتكز وتطلع بشمالها، لكن ما بتنجحش في التسجيل، تخبط في سلوى هارون ولا في نوع شتاء، لا تخبط في نوع شتاء وبتطلع اوت سايد طبقا لاشاره كابتن حسام عبد المنعم حكم اللقاء. 18 ثانية على زمن الهجمة، خمس نقاط مقابل لا شيء لصالح نادي مصر التأمين. رنا عبد الظاهر على 3 بوينت لا تسجل، تلم منه مطيع تحاول، لكن شيك كيلي ديفنسيف ريباوند واوت سايد، لا فاول على فاول على شيك كيلي المحترف الامريكي. توتال فاولات على النادي الاهلي ثلاث اخطاء، ومنا مطيع لا تسجل الفري ثرو الاول. هذا الفنيه لنادي مصر التامين هو الكوتش نبين عقل زي ما قلت لحضرتك، تنجح في تسجيل فري ثرو ثاني نجح لصالح مصر التامين. رضوى محمد تعدي رضوى وتبدا الهجمه، سكرين من نوع شتا مع الصاره ديكي ماسكاها مان تو مان، تعدي رضوى تسلم لشي كيلي، شي تطلع لدينا عمرو على 3 بوينت دينا لا تسجل، تلم على طول رضوى محمد اوفنسيف ريباوند، سلم لشي كيلي، شي درايف واحد على واحد تروح، لكن دفاع قوي من منا مطيع، تسلم على طول سلوى هارون، تسلم لهاجر، هاجر تبدا الملعب تبدا الهجمه عفوا لساره ديكي، ساره منتظره السكرين، سلم منا مطيع، منا مطيع بتاعها حاول تلعب واحد على واحد، تلف وترتكس سلم لسلوى هارون، سلوى بشمالها راحت لكن بلوك من نهى شتا واوت سايد لصالح نادي مصر التامين. اربع ثواني على انتهاء زمن الهجمه، ست دقائق وثمان ثواني على انتهاء زمن احداث الكوارتر الاول. ساره هتطلع نشوف هيلعبوا ايه في اخر اربع ثواني دي، تروح لمنى مطيع هلا علي عايزه تخلص ال 24 ثانيه، هي الاسرع، هي الاسرع فعلا، وتقول الكره لصالح النادي الاهلي. اوت سايد لصالح النادي الاهلي عن طريق رضوى محمد، رضوى تبدا الهجمه، رضوى تسلم لشي كيلي، تاخذ لاند اوف مع رضوى لشي مره ثانيه، حاول تلعب واحد على واحد، درايف راحت وصلت بشمالها، تنجح في تسجيل نقطتين وتاخذ معاهم الاند وان، وفاول على منا مطيع لاعبه نادي مصر للتامين. اولى نقاط اللقاء عن طريق شي كيلي المحترفه الامريكيه القادمه من صفوف نادي سموحه، واولى الاخطاء على نادي مصر للتأمين عن طريق منا مطيع. فري ثرو واو اند وان عفوا لصالح شيك كيلي، تنجح في تسجيله، ثلاث نقاط سجلتهم شيك كيلي. وادي هاله معاها كرة تنتظر رنا عبد الظاهر، تلعب واحد على واحد تستغل الميس ماتش، بشمالها راحت لكن ما بتسجلش ديفنسيف ريباوند ولا اروع من رضوى محمد، تبدا الفص بريك 4 على 3. ناديسة العول نزل دلوقتي مكان دينا عمرو، شيك كيلي باك بيفوت روعه، لكن سكيب باس كانت هلا علي حط ايديه فيها وطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. فريده سلم على طول رضوى محمد، رضوى تاخد سكرين عايز تلعب واحد على واحد، قررت تشوط على 3 بوينت ونجحت في اولى الثلاثيات بعد خمس محاولات للنادي الاهلي، اولى الثلاثيات عن طريق رضوى محمد. ثلاث نقاط جديده النادي الاهلي، ده بيقوم الفارق الى نقطه واحده. ساره ديكي ومعاها سلعوه تاخد باك بيفو، تسلم الكيك اوت ليه منا مطيع، تقلب السكيب باس على طول لسلوى هارون، سلوى تتخطف منها عن طريق شيك كيلي، ولكن هنا ان سبورتسمان لايك فاول وخطا فني على منا مطيع رقم 77 تجاه اللاعبه شيك كيلي، رميتين وحيازه لصالح النادي الاهلي. شيك كيلي على تنفيذ الفري ثرو الاول،
تنجح في تسجيله. فري ثرو تاني لشيك كيلي تنجح ايضا في التسجيل. اول تقدم للنادي الاهلي 8-7 لصالحه. منى مطيع تخرج بعد ارتكابها خطأين شخصيين واخرهم الان سبورتسمان لايك فاول، وهنشوف نزل مكانها مين. نادينا ابو الفتوح رقم 15 شيك كيلي تاخد سكرين، عايز تعمل الدرايف تسلم لي نادين سلعوه، سكرين نادين القادمه من الميدل طلعت الكيك اوت لشيك كيلي، شاطت 3 بوينت لكنها تنجح في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول عن طريق ساره ديكي، والجيف اند جو مع هالة علي. هالة تعمل الدرايف تخترق راحت لكن بلوك ولا اروع من نوها شيتا. فاست بريك رايحه رضوى نجحت في تسجيل 3 بوينت 2 بوينت عفوا لصالح النادي الاهلي، وسع الفارق الى 10-3 تقدم النادي الاهلي بثلاث نقاط. هالة علي معاها نادين سلعوه تسلم لساره ديكي، ساره على 3 بوينت شاطت لكن لا تسجل، شيك كيلي على طول بتلم وهنا فاول على نادين ابو الفتوح رقم 15. وادي الفاست بريك الاخير رضوى محمد وفاول على نادين ابو الفتوح. كوتش طارق خيري تركيز في المباراه. 10-3 لصالح النادي الاهلي. انتصاف احداث الكوارتر الاول. شيك كيلي والهاند اوف مع رضوى لشيك كيلي مره ثانيه، هوشت وطلعت الكيك اوت لكن ستيل على طول ناجح من هلا علي اللي بتبدا الفاست بريك وتقلب الرن عبد الظاهر. راحت من الفاست بريك نجحت في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي مصر للتأمين. نادي سلعوه تبدا الهجمه، رن عبد الظاهر واحده من ناشئات النادي الاهلي. انتقلنا اخيرا الى نادي مصر للتأمين. رضوى محمد على الاوبن شوت لكن لا تسجل، تخبط في ايد شيك كيلي وبتطلع اوتسايد لصالح نادي التأمين مصر للتأمين. تايم اوت يطلبه الكوتش. كوتش ليفين عقل المدير الفني لنادي مصر للتأمين. طبعا في بداية اللقاء حبينا نبارك لفرقة منتخب او فريق السيدات اللي نجح في الحصول على المركز الاول في تصفيات المنطقة الخامسة بقيادة الكوتش ايهاب الالفي، وكان بيمثل النادي الاهلي منه سوريا ونادين سلعوة وميرال اشرف ورنيم الجداوي. يمكن بعض الاحصائيات سريعا كده في هذه البطولة اللي تأهلنا فيها الى بطولة افريقيا. رنيم الجداوي وخدت الام في بي في هذه البطولة وحطت في التشكيل المثالي وخدت الهدافة برصيد 98 نقطة لصالح ريم موسى في البيست اسيست او افضل مساعدات ب 34 مساعدة في احداث المباراة، وايضا تم وضعها في التشكيل المثالي. اما نادين سلعوة فهي احسن 3 بوينت في البطولة ب 13 محاولة صحيحة على 3 بوينت. طبعا اقول لحضراتكم لاعبات النادي لاعبات المنتخب اسرار ماجد من سبورتن، سرايا محمد من الاهلي، رضوى سالم من الجزيره، رنيم جداوي من الاهلي، ريم موسى من سبورتن، فاطمه ممدوح من سموحه او فاطمه، ميرال اشرف من الاهلي، نادين سلعوه من الاهلي، نورهان فؤاد من سبورتن، يارا اسامه ايضا من الاهلي، حبيبه حاتم من الجزيره، وفريده مدحت من اليوبلس. القياده الفنيه للكوتش ايهاب الالفي، مليون مبروك لمنتخب مصر للسيدات تاهله، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. نرجع للمباراه 10-9 لصالح النادي الاهلي. 4 دقائق 27 ثانيه، ضغط اهلاوي، ساره ديكي تستلم وهي اللي هتمسك الملعب في مركز البوينت جارد. هلا علي تعدي عايزه تعمل الدرايف، راحت فعلا عملت الدرايف نجحت في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي مصر للتامين. توسع الفارق الى نقطه لصالح مصر للتامين. رضوى محمد معاها ساره ديكي، نادين سلعوه على اوبن شوت، رنيم جداوي نزلت مكان شيك كيلي دلوقتي، وادي فريده وائل على 3 بوينت لكن لا تسجل، على طول تلم ساره ديكي ديفنسيف ريباوند تسلم لسلوى هارون، جيف اند جو مع ساره، ساره حاول تخترق تسلم لنادين ابو الفتوح، قطع لها سلوى هارون تلعب واحد على واحد مع رنيم الجداوي، راحت وصلت لكن لا تسجل على السكند شوت مره ثانيه وثالثه عند نادين ابو الفتوح، لكن رنيم تنجح على طول في انها تاخد الريباوند وتعدي بالملعب، مستنيه اللقطه ولا تخلص لوحدها؟ لا خلصت لوحدها، تخبط في ايد سلوى هارون وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي. سلعوه على 3 بوينت شاطت لكن لا تسجل، رنيم جداوي السكند شوت روعه تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده واول 2 بوينت ليها في احداث وعمر هذا اللقاء.
ضغط لسه النادي الاهلي. بريس فول كورت، سلوى هارون مع شيكيلي، سلم ليه رنا عبد الظاهر، رنا سلم للساره تاني وتبدا الهجمه من اول وجديد. ساره ديكي تاخد سكرين من سلوى هارون، عايزه تلعب البيك اند رول، لعبت فعلا البيك اند رول، سلوى راحت لكن ترافلينج ووكن على سلوى هارون. بدات من نادي الزهور ثم انتقلت من موسمين الى النادي الاهلي ومن الموسم قبل الماضي وهي في نادي مصر للتامين. سرعه تستعد للنزول، فريده وائل على 3 بوينت تجرب للمره الثانيه لكن لا تسجل. نادين ابو الفتوح ديفنسيف ريباوند، تروح على طول لهاله علي، تبدا الهجمه هاله، سلم لنادين ابو الفتوح مره ثانيه، تلف وترتكز مستنيه هاله تقطع لكن قررت انها تدي لساره ديكي تحت الباسكت. سلوى هارون راحت وصلت لكن لا تسجل، وهنا في فاول على بوشنج هنا على نادين ابو الفتوح. سرايا نزلت، شوف نزلت مكان مين، وايضا حبيبه بيكو نزلت مكان فريده وائل، واعتقد مكان رضوى محمد. حبيبه بيكو الحمد لله النادي الاهلي لا يمر باي اصابات، فريق مكتمل العناصر. اتناشر الاهلي، مصر التامين 11. خرجت ايضا نادين ابو الفتوح بارتكابها خطأين شخصيين، هنشوف مين نزل مكانها. حبيبه بيكو ونزلت ايضا فريده تامر رقم 33. سرايا على الاوبن شوت 3 بوينت سرايا لكن لا تسجل. النهارده النسبه للنادي الاهلي مش قد كده، اوتسايد لصالح النادي الاهلي. 10 14 ثانيه على انتهاء احداث الهجمه. نادين سلمت لشيكيلي، شيو معاها سلوى هارون، عايز تلعب واحد على واحد، تلف وترتكس، طلعت الكيك اوت، كيك اوت مره ثانيه بالسكيب باس لحبيبه بيكو، حاول تواصل كده لكن رنا عبد الظاهر تقطع وتسلم على طول لفريده اللي راحت بالفص بيك تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي التامين، مصر التامين. فريده تامر لسه نازله قدام حضراتكم حالا. شيكيلي بالهاند اوف مع حبيبه بيكو، قررت تخترق، لفت دوران رائع، باسكت لعب بشمالها ولا اروع ولا اجمل. 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي عن طريق حبيبه بيكو، 14 13 لصالح النادي الاهلي. هاله علي بتستغل سرعتها، راحت فعلا وصلت هجمه عن تريه لكن لا تنجح في التسجيل. شيكيلي بتطلع الفص بريك على طول ليه رانيم جداوي لكن هنا ترددت انها تباصي او تخش من سرايا، وعلى طول ترافلنج او ووكن. وادي اللعبه الاخيره لحبيبه بيكو اللي راحت في المكان الفاضي تماما بمنتهى السلاسل. ساره ديكي عدت مع حبيبه بيكو، ضغط عليها من اول الملعب، مان تو مان النادي الاهلي، تاخد سكرين من رنا عبد الظاهر، تعمل بيك اند رول رنا وثلاثيات رنا لكن لا تنجح في تسجيل ثلاث نقاط. رنا عبد الظاهر اربع محاولات نادي مصر التامين على 3 بوينت لكن هنا في ايه؟ هنشوف بس هل هي فعلا فعلا مش محسوبه. لو نشوفها في الاعاده الكوره لمست العداد ال 24، هنشوفها تاني كده. شكرا لمخرجنا. فعلا لمست، مظبوط لمست، فهي تعتبر خارج حدود الملعب. اوتسايد لصالح النادي، ما زالت النتيجه كما هي 14 13. حبيبه بيكو لنادين سلعوه معاها هاله علي، تاخد السكرين لسه لسلعوة، درايف سلعوة سلمت رنيم الجداوي، راحت لفت ارتكزت نجحت في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. رنيم جداوي لاعبه النادي الاهلي. حبيبه هاله علي، هاله تاخد سكرين مع سلوى هارون لكن شاكيلي تقدر توقفها، سلمت سلوى هارون اللي بتستغل الميس ماتش لكن طلعت الكيك اوت لساره ديكي على الميديم شوت تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي مصر التامين. اخر 30 ثانيه في عمر احداث الكوارتر الاول. حبيبه بيكو لسه الكره معاها مستنيه سرايا لكن قررت انها تسلم لرنيم جداوي، رنيم لكن الكره تقطع منها. فريده تامر على طول تعمل الستيل وتسلم لهاله علي اللي بتلحق الكره قبل الاوت وتقف وتشوت 3 بوينت لكن الناحيه الثانيه على طول للشيكيلي اللي بتطلع الفص بريك لرنيم جداوي. رنيم بالفص بريك تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. حاول تخطف مره ثانيه ساره ديكي في الثواني الاخيره، هتقف وتشوط ولا هتعمل ايه؟ قلبت الناحيه الثانيه على طول
لهالة علي، هالة لرنا عبد ظاهر، رنا في البيز لاين لوحدها على 3 بوينت لكن لا تسجل وتأتي معها صفرة انتهاء أحداث الكوارتر الأول بتقدم النادي الأهلي 18-15. دور الثمانية لكأس مصر سيدات بعد توقف والعودة الحياة مرة تانية لملاعب كرة السلة. دقيقتين هي زمن الراحة المقررة أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بعدها سريعا بإذن الله. رجعنا تاني أعزائي المشاهدين لبداية أحداث الفترة التانية والكوارتر التاني ما بين النادي الأهلي ونادي مصر التأمين في دور الثمانية لكأس مصر سيدات موسم 22-23. الحيازة لصالح مصر التأمين، سارة دكي ورنا عبد ظاهر، سلوى هارون، فريدة تامر وهاجر علي، ده خماسي نادي مصر التأمين. رنيم جداوي، حبيبة بيكو، ميرال أشرف في أول ظهور ليها، وشيك كيلي وسوريا، ده اللي ستارت اللاين أب اللي بدأ بيه كوتش طارق خيري. أولى ثلاثيات عن طريق سارة دكي في بداية أحداث الكوارتر الثاني تجعل النتيجة هي التعادل. حبيبة بيكو عفوا، هاند أوف مع شي كيلي، شي درايف، شي وقفت أطعلها ميرال أشرف لكن تخبط في إيد هالة علي وبتطلع أوتسايد لصالح النادي الأهلي. 11 ثانية على انتهاء زمن الهجمة، سارة دكي في الإعادة الأخيرة وأولى الثلاثيات في بداية أحداث الكوارتر الثاني. سكرينات حاول سرعة تطلع، سلمت لرنيم جداوي، رنيم بشمالها الليب ينجح في تسجيل 2 بوينت وتفتتح معاهم أولى نقاط أحداث الكوارتر الثاني بسيمي هوك لرنيم جداوي. هلا علي للسارة ديكي، طلب سكرين عدت عكس السكرين لكن هنا بيرتكب معاها فاول عن طريق سرعة محمد. أولى الأخطاء الشخصية على سوريا وأول فاول توتال على النادي الأهلي في عمر الكوارتر الثاني. سارة دكي، سارة مع حبيبة بيكو، تقع من سارة تلم على طول فريدة تامر من وراها تطلع كيك أوت لكن مرات تقطع في السكة وترد مرة تانية لهالة علي. هالة لسه الكرة مع هالة، ثواني الأخيرة آخر ثلاث ثواني في عمر الهجمة تنجح هالة في تسجيل 2 بوينت على طول لصالح مصر التأمين بطريقة شيك جدا. هالة علي، سوريا باص جامد يعني اسيست مفيش اروع من كده لشيك كيلي، قطعها حلوه قوي تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. واحده من بساط سوريا الممتعه جدا شايفه الملعب بكفه باربع عيون. اتقطعت الكوره لميرال اشرف، تبدا الهجمه ميرال، عدت سلمت لشيك كيلي، شي راحت وصلت لكن بيرتكب معاه خطا شخصي من قبل رنا عبد الظاهر لاعبه نادي مصر التأمين وتو شوتس لصالح شيك. هذه اللعبة الأخيرة الهالة وادي فري ثرو أول لشيك تنجح في تسجيل فري ثرو الأول. شيك كيلي الأمريكية وفري ثرو تاني أيضا نجح. فريدة للسارة ديكي، قلب النادي الأهلي وكوتش طارق خيري دفاعه إلى زون 2-3. وادي السارة تقلب السكيب باص على طول لهالة علي، هالة تعمل الدرايف وصلت لسلوى هارون، باص حلو قوي اسيست جميل لسلوى هارون تنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لصالح نادي مصر التأمين، ده الفرق إلى باسكت. وادي تراي مرة ثانية والأند وان لميرال أشرف وهالة علي ترتكب معاها فاول والاسيست من سوريا. لا ده الفاول على سلوى هارون مش على هالة علي، الفاول على سلوى هارون. والاند وان لصالح ميرال اشرف، نجحت في تسجيل الاند وان ميرال. ثلاث محاولات في بدايه احداث الكوارتر الثالث على الفري ثرو نجح الاهلي في تسجيلهم. هالة علي تبدا الهجمه كبوينت جارد. لسه النادي الاهلي زون ديفنس 2-3. وادي سارة دكي طلعت لها الكوره شاطت لكن لا تسجل على طول. بيكو تلم ديفنسيف ريباوند، سلم لميرال اشرف، ميرال 1-1 لكن ما بتنجحش انها تسجل وبتعمل معاها بلوك لكن رنيم جداوي القادمون من الخلف تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الاهلي. سارة دكي لهالة علي، هالة
لفريده تامر تعمل الدرايف قطعها حلوه قوي صلوى هارون لكن ما بتنجحش في التسجيل ديفنسيف راوند ولا اروع من رنيم جداوي تسلم لحبيبه بيكو حبيبه على الفاست بريك رنيم قطعها وصلت رنيم نجحت رنيم في تسجيل 2 بوينت على طول على طول كوتش نيفين عقل تاخد تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي 31-22 تايم اوت لمصر التامين انتهت بالامس احداث تصفيات كاس العالم في جميع قارات العالم والحمد لله بعد غياب اخر ظهور لمصر في كاس العالم كان 2014 في اسبانيا بقياده الكوتش عمرو ابو الخير فاز منتخب مصر وصعد كمركز ثاني في مجموعته واكتملت امبارح مجموعات او الفرق المتاهله طبعا الدول المستضيفه هي اليابان والفلبين ان شاء الله هتقام القرعه يوم 24/4 القادم تأهل من افريقيا انجولا وجزر القمر وكوتيفوار ومصر وجنوب السودان من اسيا الصين وايران والاردن ولبنان ونيوزيلندا من اوروبا الدومينيكان وفنلندا وفرنسا وجورجيا والمانيا اليونان ايطاليا لاتفيا لتوانيا مونتينيجرو سلوفانيا اسبانيا استراليا البرازيل المكسيك بورتوريكو كندا امريكا فنزويلا دول الدول اللي تأهلت لكأس العالم ثلاث دول عربيه مشاركه في عمر كأس العالم القادمه 2023 شكرا قوي على الاعاده لمخرجنا الاسيست الجميل جدا من سرايا الشيكلي ثلاث دول زي ما قلت لحضراتكم عربيه تاهلت الى كاس العالم وهي مصر والاردن ولبنان وهفكر حضراتكم قرعه كاس العالم ان شاء الله يوم 24/4 القادمه باذن الله كاس العالم ستقام في اليابان والفلبين الحيازه لصالح نادي مصر التامين على علي وفريده تامر دفاع متقدم من النادي الاهلي سرديكي او هلا علي عفوا هلا سلم لي نادين ياسر قطعها فريده لكن طلع كيك اوت على طول لهالا فريده مره ثانيه لهالا مره ثالثه هالا تحاول تخترق راحت وصلت لكن لا تسجل على طول شيكلي ديفنسيف ريباوند توصل بالملعب حاول تلعب واحد على واحد وتعدي راحت فعلا ونجحت في تسجيل 2 بوينت وفاول على مريم صلاح الشهيره بالحاوي واند 1 لصالح نادي الاهلي 33-23 اول ظهور لمريم صلاح الحاوي والاند 1 للشيكل لا تسجل شيء وبتطلع اوتسايد لصالح نادي مصر للتأمين سرديكي او هل علي عفوا للحاوي مريم صلاح لفريده تامر فريده تروح توصل لكن لا تسجل تلم على طول حبيبه بيكو ديفنسيف ريباوند تبدا فاست بريك استنى الله قطع استنت رنيم لكن قلبت الملعب الناحيه الثانيه على طول ليه ميرال اشرف ميرال وادي فوت ورك ولا اروع من رنيم جداوي بباك بيفوت ولا اجمل وفينش بايدها الشمال تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده وخطا شخصي على نادين ابو الفتوح نبدا الهجمه من اولها قفلت لها يمينها راحت على شمالها ببراعه ورشاقه غير طبيعيه تنجح في تسجيل 2 بوينت واند 1 غير ناجح واوتسايد لصالح نادي مصر للتأمين الانسايد يعني النادي الاهلي في الكوارتر الثاني او في عمر الكوارتر الثاني ابتدى يركز على الانسايد والفاست بريك عكس الكوارتر الاول يمكن الكوارتر الاول شهد 12 محاوله على 3 بوينت للنادي الاهلي نجح في تسجيل محاوله وحيده فقط نزول لفريده وائل مره ثانيه بتستعد للنزول حاليا وادي 3 بوينت من هال علي لكن لا تسجل منا مطيع اللي رجع ثاني مكان نادين ابو الفتوح وادي درايف من فريده تامر تنجح في تسجيل 2 بوينت و 3 بوينت ضائعه لنادي مصر التامين حبيبه بيكو لسوريا شيكلي وادي الميديا بشوت شي لكن ما بترجعش في التسجيل سرديكي ديفنسيف ريباوند على طول تبدا الهجمه سلم ليه هل علي للساره مره ثانيه للحاوي تقلب الملعب لهالة
ما زال الاهلي زون ديفنس. منى مطيع تحاول تعمل الدرايف لكن طلع كيك اوت لهاله، فاضل 5 ثواني على 24 ثانية، سلم منها مطيع سارة ديكي، حاول تلعب واحد على واحد لكن قررت انها تشوط، تلم على طول سرايا، تبدأ الهجمة سرايا، 4 محاولات على 3 بوينت لنادي مصر التأمين في أحداث الكوارتر الثاني، نجح في محاولتين، لم يخوض النادي الأهلي أي محاولات على 3 بوينت في أحداث الكوارتر الثاني. رنيم جداوي، رنيم راحت بدرايف وصلت لكن ما بترجعش في التسجيل. عفوا. منها مطيع تسلم لسارة ديكي، سارة تقلب الملعب للحاوي، الحاوي على 3 بوينت. لكن ما بيجعش التسجيل، ديفنسيف ريباوند روعة من رنيم جداوي لكن تتقطع في السكة من فريدة تامر وبتطلع اوتسايد لصالح نادي الأهلي. تغييرين قادمين في صفوف النادي الأهلي، فريدة وائل ورضوى محمد، أعتقد مكان شيك كيلي و سرايا ما زالت متواجدة، هنشوف مكان مين. فريدة وائل لرضوى، مكان حبيبة بيكو وشيك كيلي. فريدة وائل، سرايا درايف من البيز لاين طلعت وقلبت لرنيم جداوي بمنتهى السهوله، تنجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الاهلي. سارة ديكي تقلب الملعب للحاوي او مريم صلاح لمنى مطيع، منى بتحاول تلعب واحد على واحد ومعها رنيم جداوي لكن تراي كده ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول ميرال اشرف، ميرال تعمل واحد على واحد، البنتريشن راحت وصلت في الاول ذا واي، تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الاهلي. فريده تامر زي ما قلت لحضراتكم، تخليص من الانسايد او الفينش من الانسايد والفاست بريك هو الفلسفه اللي بيتبعها فريق النادي الاهلي في عمره احداث الكوارتر الثاني. تراي من منها مطيع لكن ما بتنجحش في التسجيل، بترتكب معاها او هي بترتكب الووكن او ترافلينج وتقول الكرة لصالح النادي الأهلي. سرايا محمد ليه فريدة وائل في البيز لاين على طول لرضوى محمد، رضوى حاول تلعب واحد على واحد، هتطلع كيك اوت لسرايا، سرايا على 3 بوينت من بعيد يا سرايا، نجحت سرايا في اولى الثلاثيات في احداث عمر الكوارتر الثاني، 3 بوينت جديده من سرايا محمد او سوكا سارة ديكي. لكن ووك هنا في فاول على رضوى محمد، تاني الاخطاء الشخصيه على رضوى واوتسايد لصالح نادي مصر للتامين. وادي 3 بوينت روعه من بعيد على بعد 2، يعني اعتقد انها اكتر من 2 متر من 3 بوينت. سارة ديكي سلم لمنى مطيع، منى تحاول تلف تروح وتسلم للحاوي، الحاوي عايز يرد شاط لكن ما بينجحش في التسجيل، تخبط الكره في ايد منى مطيع تطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. وادي الكرة الأخيرة والباصة الأخيرة من سرايا، أسيست للعملته لميرال رنيم جداوي، خرجت ميرال أشرف نزلت مكانها يارا سامة في أول مشاركة ليها مع النادي الأهلي. وادي 3 بوينت جديدة روعة الروعة من اللاعبة سرايا محمد، سوكا تتألق في أحداث الكوارتر الثاني باتنين 3 بوينت واتنين أسيست، مفيش أجمل من كده، مفيش أروع من كده. سارة ديكي، سارة درايف، سارة وقفت ميديم شوت لكن في فاول هنا على فريدة وائل رقم 14. فريدة وائل ترتكب خطأ شخصي والاوتسايد لصالح مصر للتأمين. دقيقتين 44 ثانية على انتهاء احداث الكوارتر التالي الثاني، 45-24 صالح النادي الاهلي. مريم صلاح وقفت لكن هنا في صفرة، قالت ان الكرة لمست الحكم كابتن حسام عبد المنعم لمست اللاين عفوا وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. رضوى محمد تبدا الهجمه، رضوى لسوكا او سرايا، رضوى مره ثانيه تمريرات من على 3 بوينت او من على الارك. وادي رنيم جداوي كيك اوت لسوكا، سوكا على 3 بوينت الثالثه يا سوكا، الثالثه يا سوكا، 3 ثلاثيات لسرايا محمد ناجحه حتى هذه اللحظات من اصل 3 محاولات لسرايا محمد، توسع الفرق الى 48-24. سارة ديكي قطع على الهاي بوست لكن تنجح انها تاخد فاول من يارا سامة رقم 44 وتو شوتس لصالح سارة ديكي. نستأذن زملائنا في الاعداد وفي الاخراج البورد بس بتاع الباسكت نجيبه ونشوف التايم مظبوط. فري ثرو اول نجح لسارة ديكي،
وفري ثرو ناجح ايضا للسردي او اتصاد للنادي الاهلي او عفوا الكره في حيازه النادي الاهلي. رضوى محمد رضوى ما زالت رضوى تمتلك الكره. دقيقتين خمس ثواني اخر دقيقتين من عمر الكوارتر الثاني. وادي رنيم جداوي على 3 بوينت لكن لا ترجع في التسجيل. السرديك على طول ديفنسيف ريباوند وتسلم لفريده تامر. سلوى هارون لسه نازله منه مطيع درايف واحد على واحد توصل بشمالها لا تسجل اول الديفنسيف ريباوند ليارا اسامه. تسلم للسوكا سوكا قطع لكن ما قريتهاش صح يعني هي كانت اسرع من اللازم. الفكره صح لكن كانت الكره والباصه اسرع من اللازم لكن فكره انا شايف انها جيده جدا. شوفها مره ثانيه قطعها حلو قوي حتى منا مطيع يعني ما توقعتش الباصه دي. نرجع للمباراه مره ثانيه. سرديك لفريده تامر لمريم صلاح منا مطيع بصات سريعه تنتهي عند سرديكي. سارة عايزه تسلم سلوى هارون سلمتها فعلا. سلوى طلع كيك اوت لفريده تامر. فريده درايف لسلوى هارون لكن هنا في فاول وخطا شخصي على يارا اسامه لاعبه النادي الاهلي وتو شوتس لصالح سلوى هارون. سلوى هارون بدات من نادي الزهور ثم انتقلت الى النادي الاهلي وحاليا هي في مصر التامين زي ما ذكرت لحضراتكم. يارا اسامه القادمه في انتقالات يناير من نادي الزمالك. سلوى هارون فري ثرو اول غير ناجح. اخر دقيقه ونص من عمر احداث الكوارتر الثاني وفري ثرو الثاني غير ناجح تخبط في ايد سارة الدكي في الريباوند وتطلع اوتسايد لصالح النادي الاهلي. رضوى محمد رضوى ما زالت تمتلك الكره. سكرين اول وثاني من رنيم ويارا اسامه قررت تخترق لكن طلعت ليه رنيم جداوي. رنيم درايف رنيم عايزه تروح بشمالها لكن لا تنجح في التسجيل وتاخد فاول على 22 سلوى هارون الفاول الثاني وتو شوتس لصالح رنيم جداوي. فري ثرو اول ناجح لرنيم جداوي. فري ثرو تاني ايضا ناجح لرنيم جداوي. 49 او عفوا 50 26 24 نقطه هو الفارق لصالح النادي الاهلي. فريده تامر سلم للصاله ديكي زون ديفنس النادي الاهلي. قطع الحاوي من على الهاي بوست تقلب الملعب على طول لمنى مطيع الطريق فاضي سلمت سلوى هارون لكن رنيم جداوي صاحيه تعمل الدايف وتقطع الكوره. فاست بريك النادي الاهلي تنتهي عند يارا اسامه. يارا اسامه تنجح في انها تاخد فاول على فريده تامر وتو شوتس لصالح يارا اسامه. حجزت كويس جدا وهنا فريده تامر اعترضتها بتو شوتس ورنيم جداوي وتخرج وتنزل شيك كيلي المحترفه الامريكيه. يارا أول نقاط يارا رسميا مع النادي الأهلي. يارا أسامة فري ثرو أول ناجح وفري ثرو تاني أيضا ناجح لصالح يارا أسامة والنادي الأهلي. 52 26 آخر 30 ثانية في عمره أحداث الكوارتر الثاني. سارة ديكي على الهاي بوست تقلب فريدة تامر على 3 بوينت لا تسجل تلم تاني اوفنسيف ريباوند عند سارة ديكي. سارة تسلم لمنى مطيع لكن هنا في فاول على يارا اسامة. يارا اسامة ثلاث اخطاء شخصية تو شوتس وثلاث اخطاء شخصية على يارا اسامة. منى مطيع على الفري ثرو الاول تنجح في التسجيل. فري ثرو تاني لمنى مطيع لا تسجل. رضوى على طول ديفنسيف ريباوند 52 4 او 27 اخر الثواني في عمر احداث الكوارتر الثاني. شيكيلي هي اللي هتخلص الهجمه بيطالب كابتن طارق انها تفتح الملعب. كيك اوت لسوريا سوريا لسه معاها كرة لشيكيلي مرة تانية لكن هنا تنتهي كانت صفرة البازر تايم كانت هي الأسرع وانتهت أحداث الكوارتر
الثاني بتقدم النادي الاهلي وتفوقه 52-27. اعزائي المشاهدين، استراحه ما بين احداث الكوارتر الثاني والثالث، على ان نعود بكم باذن الله في بدايه احداث الكوارتر الثالث. كنت معكم معلقكم احمد مناع، استراحه قصيره، لا تذهبوا بعيدا وفي انتظاركم في احداث الكوارتر الثالث. تاني اعزائي المشاهدين، وبدايه احداث الكوارتر الثالث اللي فات منه 30 ثانيه 55-27 لصالح النادي الاهلي. تشكيل الفريقين هقوله لكم في اقرب توقف، وادي اولى النقاط او عفوا نقطه جديده لصالح النادي الاهلي عن طريق رضوى محمد. سرديكي من مصر التامين سلم لهال علي، تقطع الكره على طول في الستيل، سرايا والفاص بريك 3 على 3 تقف وتستنى ندى نافع اللي لسه نازله للشيكلي. شي قطعها رضا محمد، نجحت انها تاخد الكوره لندى نافع، لكن بلوك من نادين سلعوت نادين عفوا ابو الفتوح. هلا علي من مصر التامين تقلب الملعب سكيب باس رن عبد الظاهر في البيزلاين لساره ديكي، تقطع على طول ندى نافع وتسلم للشيكلي. شي تبدا الهجمه عن طريق سرايا، سوكا على 3 بوينت سوكا لكن لا تسجل، منا مطيع على طول ديفنسيف ريباوند. بدايه الاحداث الكوارتر الثالث بدء سريعه، ساره دكي لهاله، هاله علي مره ثانيه لساره، زون ديفنس لسه النادي الاهلي، ميرال اشرف لكن هنا في فاول على ندى نافع، اولى الاخطاء الشخصيه على ندى نافع اللي لسه نازله في بدايه احداث الكوارتر الثالث. شيكلي ندى نافع ميرال اشرف سوريا و رضوى محمد، ده الستارت لاين اب اللي بدا بيه كوتش طارق خيري احداث الكوارتر الثالث. هلا علي ساره ديكي منا مطيع رنا عبد الظاهر نادين ابو الفتوح، ده الستارت لاين اب اللي كده بدات بيه كوتش نيفين عقل لنادي مصر للتامين. في التوقف هقول لحضراتكم مشوار الفرقتين في كاس مصر وايضا المقابلات القادمه. 3 بوينت غير ناجحه من ساره ديكي، تسلم على طول ديفنسيف ريباوند لهالة علي، هالة تراي على الباسكت لكن لا تنجح في التسجيل، على طول شيء كده تطلع بالفاست بريك لرضوى، رضوى على طول تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. 59-27، 7 نقاط النادي الاهلي سجلهم في بدايه احداث الكوارتر الثالث، لم يسجل مصر التامين اي نقاط في بدايه احداث الكوارتر الثالث ايضا. منا مطيع لهالة علي على البوست، معاها ندى نافع تراي على الباسكت نجحت، واولى النقاط ليه عن طريق هالة علي لاعبة نادي مصر للتأمين. في غفلة دفاعية اسيست ولا أروع من رضوى، وباسكت ولا أجمل من شيكلي لصالح النادي الأهلي. شوفها مرة تانية، ده الفاست بريك لرضوى، سارة ديكي سلم رنا عبد الظاهر، رنا بتشوت 3 بوينت لكن لا تسجل، وهنا في فاول على شيكلي، الخطأ الشخصي الثاني على شي، وثلاث رميات لصالح نادي مصر التأمين. فريدة وائل على النزول بدلا من سوريا محمد او سوكا. رنا عبد الظاهر نشأة النادي الاهلي من منذ موسمين مضت الى مصر التأمين في الانتقالات الشتويه، واختها ايضا حور عبد الظاهر ايضا نشأة النادي الاهلي واول سنه درجه اولى السنه دي مع مصر التأمين. فري ثرو اول نجح لرنا عبد الظاهر. رحله البحث عن اللقب، لقب الموسم الماضي كان من نصيب نادي سبورتنج، فري ثرو الثاني ناجح ايضا من رنا عبد الظاهر. وفري ثرو ثالث غير ناجح، ديفنسيف ريباوند على طول عند ميرال اشرف. ميرال سلم لشيكلي في غفله دفاعيه من مصر التامين، تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الاهلي. رنا عبد الظاهر سلم على طول لنور حامد اللي لسه نازله كابتن الفريق. هلا علي تستغل سرعتها لكن فريده وائل تقدر تقفل عليها مداخل البنتريشن. طلع هلا تسلم لي تحت الباسكت لنادين ابو الفتوح لكن لا تنجح في التسجيل. شيكلي على طول ديفنسيف ريباوند حضره رضوى محمد لشيكلي مره ثانيه. شي واحد على واحد عايزه تلعب هتروح لكن طلعت كيك اوت لفريده وائل. فريده بدرايف راحت وصلت ارتكزت لفت بشمال، هتنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح النادي الاهلي. 65-29 لصالح النادي الاهلي. رنا عبد الظاهر لساره ديكي
وادي 3 بوينت جديده من نور حامد، لكن لا ترجع في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول عند النادي الاهلي، حاضر عن طريق ميرال اشرف. ميرال قلبت الملعب الناحيه الثانيه بالسكيب باس لرضوى. رضوى درايف كيك اوت لفريده على 3 بوينت فريده، لكن لا تسجل. رضوى سكند شوت وتباصي على طول وتعمل اسيست لميرال اشرف، تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده ايضا لصالح النادي الاهلي. من 52 انتهت بهم احداث الكوارتر الثاني الى 67 للنادي الاهلي. 15 نقطه سجلوا من النادي الاهلي في احداث الكوارتر الثالث. وادي خطا شخصي على فريده وائل، وثلاث رميات حره لرنا عبد الظاهر. تغيير النادي الاهلي وفي تايم اوت طلبته كوتش نيفين عقل. كوتش طارق خيري هيخرج فريده وائل وينزل مكانهم الكابتن دينا. اقول لحضراتكم مشوار الفرقتين في دور ال 16 كان النادي الاهلي ونادي سموحه ونادي هليوبلس والنادي سبورتنج باي، وتاهلوا على طول مباشره الى دور الثمانيه. الصيد قابل الشمس وفاز نادي الصيد، الجزيره لاعب الاتحاد وفاز الجزيره، الطيران قابل الزمالك وفاز الطيران، والزهور قابل التامين واستطاع التامين الفوز. مباراه اليوم الصيد وسبورتنج، الجزيره وسموحه، هليوبلس وطيران، والاهلي والتامين اللي بنزعها لحضراتكم. ان شاء الله في حاله فوز النادي الاهلي هيقابل الفائز من هليوبلس وطيران، اما نادي الصيد وسبورتنج الفائز منهم هيقابل نادي الجزيره، والفائز من نادي الجزيره وسموحه. ان شاء الله دور الاربعه او السيمي فاينل هيقام يوم الاثنين 17/4 في مكان سيحدده الاتحاد المصري لكره القدم، اللي انا ببارك له وبهنيه على الانجازات اللي حصلت في خلال الكام يوم اللي فاتوا بقياده الدكتور مجدي ابو فريخه. الف مبروك الدكتور مجدي ومجلسه الموقر، وان شاء الله النهائي هيقام يوم 19/4 في ايضا مكان سيتم تحديده من قبل الاتحاد المصري لكره السله. ان شاء الله بدايه الدور الثاني من الدوري السوبر يوم 7/3، بدايه اللقاء هيبقى الاهلي في الاوي او في خارج ملعبه هيلاعب الطيران. اخر مباراه لعبها النادي الاهلي في نهايه الدور الاول كان في نفس الملعب، وكانت المباراه مذاعه على قناه النادي الاهلي بصوت معلقنا وزميلنا الكبير الدكتور وائل ابو العزب، كانت امام سبورتنج واستطاع النادي الاهلي يفوز بيها ويعتلي القمه. فري ثرو اول وثاني ناجح من رنا عبد الظاهر. وفري ثرو ثالث ناجح عكس الثلاث محاولات الاولى. 32-67، 35 نقطة فارق لصالح نادي الأهلي. رضوى محمد سكرين درايف رضوى، لكن طلعت كيك أوت لفريدة، فريدة بتدور على الثلاثية لكن لا تنجح في التسجيل. شيك كيلي على طول سكند شوت تلم وتسلم لرضوى، رضوى على الأوبن شوت 3 بوينت لكن لا تسجل، تلم على طول نور، نور بتسلم لهالة، هالة تبدأ الهجمة وتطلع لسلوى هارون، سلوى لكن في هنا خطا وفاول على ندى نافع، ندى نافع الخطا الشخصي الثاني. وتو شوتس لسلوى هارون. فري ثرو اول لسلوى هارون على الفري ثرو تنجح في التسجيل. 67-33 لصالح النادي الاهلي. فري ثرو ثاني ناجح ايضا لسلوى هارون. بدايه الهجمه عن طريق رضوى محمد لاعيبه النادي الاهلي، مان تو مان نادي مصر التامين، درايف لكن تسلم لندى نافع، شيك كيلي تقلب الملعب الناحيه الثانيه، درايف شي من الشمال تلف وترتكز بالفيد اوي تشوت تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الاهلي. سراديكي تقلب الملعب لرنا عبد الظاهر، رنا للسراديكي مرة ثانية. مان تو مان النادي الأهلي، غير استراتيجيته الدفاعية كوتش طارق خيري. سلوى هارون، سلوى آخر خمس ثواني في عمر الهجمة لكن السير روعة من فريدة وائل، فريدة درايف فريدة بالفاست بريك لكن لا تسجل، سكند شوت روعة على طول مساندة هجومية من رضوى محمد تنجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لصالح النادي الأهلي. سراديكي على 3 بوينت لتقريب الفارق لكن لا تنجح في التسجيل، هالة علي في سكند شوت تنجح في تسجيل 2 بوينت، وخطأ وفاول على الكابيتانو
دينا عمرو. طول الأخطاء الشخصية على دينا عمرو. 71 36 لصالح النادي الأهلي. 3 دقايق 59 ثانية على انتهاء أحداث الكوارتر الثالث. فري ثرو أول ناجح. يبقى أنا اللي غلطت، آسف جدا. ما كانتش أند وان، كان تو شوتس. لمت على طول نور السكند شوت وتسلم لهالة. هالة تبدأ الهجمة مرة ثانية. تاخد سكرين من نور، توسع، دور على ساره ديكي. ساره تاخد الكره فعلا، تسلم رنا عبد الظاهر. رنا على 3 بوينت المره الثالثه، لكن المره دي لا تسجل. وعلى طول فص بريك سريع نموذج، والجيف اند جو ما بين رضوى وفريده، واسيست حلو من فريده تنجح في تسجيل رضوى. نقطتين لصالح النادي الاهلي. 73 37 ساره ديكي تتولى رقابتها دينا عمرو. نور لهاله علي مره ثانيه. هالة تبدأ الهجمة، سلم لرنا عبد الظاهر اللي بتلعب في مركز أربعة لسلوى هارون. سلوى تستحوذ على الكرة، تحاول تهوش، طلع لرنا عبد الظاهر اللي بتشوط، لكن بلوك حلو من شيكيلي. توصل الكرة على طول ندى نفع اللي بتسلم بدورها إلى رضوى محمد. رضوى كروس أوفر روعة، درايف أجمل، أسيست، لكن شيكيلي ما لحقتهاش، بتسيطر عليها وبتطلع الكرة في الكيك أوت لرضوى محمد. رضوى مستنية ندى نفع، ندى نفع سيطر على الكرة. آخر خمس ثواني في عمر الهجمة، لكن بلوك من نور. نادى كده شوط 3 بونت، لكن ما بتنجحش في انها توصل الكرة عن طريق بلوك لنور. مشترك خيري وتركيز في احداث المباراة. رنا عبد الظاهر لهاجر علي مرة ثانية. سارة ديكي لنور اللي لسه عاملة بلوك ليه نادى نافع. رنا عبد الظاهر سلمت لسلوى هارون، تلعب درايف واحد على واحد، راحت شاطت لكن لا تسجل. ندعى على طول ديفنسيف ريباوند لرضوى. رضوى تقف وتسلم لدينا عمرو الكابيتانو على 3 بوينت، الكابيتانو على 3 بوينت لكن لا تسجل. شيكيلي تعمل الريباوند، لكن سلوى هارون ترتكب معاها فاول وخطا شخصي وتغيير. نزلت نوع شتا وحبيبه بيكم الاهلي، وخرجت رنا عبد الظاهر من النادي. مصر التأمين نزل مكانها الحاوي، ونزلت نوع شتا وحبيبه بيكو. وشيكيلي انا شايف شيكيلي خرجت برضه ونزل يا رسامه. نوع شتا مكان ندى نافع. فريده وائل وادي حبيبه بيكو على 3 بوينت في اول نزول، لكن لا تنجح في التسجيل. مريم محمد او مريم صلاح على طول ديفنسيف ريباوند، سلم لهاجر علي. هاجر لسه معاه الكورة مع حبيبه بيكو، لسه هاجر تاخد سكرين من نور وتسلم لحاوي او مريم صلاح. نور تقلب الملعب الناحية التانية لسارة ديكي. اخر خمس ثواني في زمن الهجمة، سلوى هارون تلف وترتكز وتروح لكن لا ترجع في التسجيل. يا رسامة ديفنسيف ريباوند ولا اروع، سلم على طول لحبيبه بيكو. بدأ الهجمة والان ان اوت، لكن تهدى على ملعبها، تسلم لنوها شتا، تقلب الملعب الناحية التانية لفريده وائل. فريده بالدرايف وصلت فريده لكن لا تسجل، حظها وحش النهارده. ديفنسيف ريباوند على طول من هاجر علي. هاجر بالباك بيفوت مستنيه اللي قطع ساره ديكي هنا في البيز لاين على الميديم شوت، نجحت في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي مصر للتأمين. اخر دقيقه ونص في زمن احداث الكوارتر الثالث، تقدم النادي الاهلي وتفوقه 73 39 34 نقطه. بيكو للكابيتانو دينا عمرو، زون ديفنس 2 3 بيكو ليه نوع شتا، والجيف اند جو روعه، والباك لاب من يارا سما لكن ما بتنجحش في التسجيل. ديفنسيف ريباوند على طول من سلوى هارون. سلوى راحت ليه سلمت لاجر علي اللي بتعمل الدرايف لكن لا تسجل، وتلم على طول ديفنسيف ريباوند من يارا سما. حبيبه بيكو مستنيه اللي قطع، يارا قطعه باصت لنوع شتا بشمالها، اسيست ولا اجمل من يارا، باسكت ولا احلى من نوع شتا في باسكت نموذج للفاست بريك لصالح النادي الاهلي. عفوا ساره ديكي تبدا الهجمه. ساره الثواني الاخيره في عمر احداث الكوارتر الثالث، ساره على 3 بوينت لا تسجل، نوع شتا ديفنسيف ريباوند، سلم لي على طول لفريده، فريده تقلب الملعب للكابيتانو دينا عمرو. فريده لنوع شتا حبيبه بيكو مستنيه الدرايف، قلبت الناحيه الثانيه ليارا سما تحت الباسكت، تلف وترتكز بشمالها لكن لا تسجل. تلم نور على طول تسلم للساره ديكي في الثواني الاخيره، تنتهي اهمها البازر تايم. 75 النادي الاهلي 39 نادي
مصر للتأمين. استراحة ما بين أحداث الكوارتر الثالث والرابع، على أن نعود بكم بإذن الله في بداية أحداث الكوارتر الرابع. رجعنا تاني أعزائي المشاهدين لبداية أحداث الكوارتر الرابع، واللي ما كانش معانا انتهت أحداث الكوارتر الأول. تقدم النادي الأهلي 18-15، الثاني 52 الأهلي 27 مصر التأمين، أما الكوارتر الثالث 75-39 انتهت بأحداث الفترة الثالثة. بداية أحداث الكوارتر الرابع، ستارت اللاين أب للنادي الأهلي. فريدة وائل حبيبة بيكو، دينا عمرو، نوع شتا ويارا سما، ده الخماسي اللي انهى بيه الكوارتر الثالث كوتش طارق خيري. فريده تامر اللي متواجده في الملعب، ومريم صلاح ونور سلوى هارون وساره ديكي. وادي اولى الثلاثيات والافتتاحيه، لكن لا تسجل مريم صلاح. ديفنسيف ريباوند على طول من يارا سما، تسلم لحبيبه بيكو. حبيبه بيكو زون ديفنس لسه نادي مصر التامين. هقول لحضراتكم في اقرب توقف على بعض الاخبار اللي تخص النادي الاهلي وتهم جماهير النادي الاهلي. نوع شتا، وادي لعبه مره ثانيه، طلع كيك اوت يارا سما في اخر 5 ثواني من زمن عمر الهجمه. نوع شتا درايف وصلت لكن لا تسجل. يارا سما السكند شوت ولا اروع، مع البازر تايم تنجح في تسجيل 2 بوينت جديده للصالح النادي الاهلي. 77-39 يارا سما تقص شريط افتتاح الكوارتر الرابع باول نقطتين ليها. وادي فريدة تامر إيربول، حاوي يلم لكن يارا سما تلحق على طول وتسلم لفريدة تامر، قطعلها يارا وراها نوع شتا. وادي درايف من فريدة وائل لكن لا تسجل، على طول سلوى هارون ديفنسيف ريباوند، تسلم لفريدة تامر. فريدة قطعلها سارة ديكي، سارة اللي تقف وعلى الميديم شوت شاطت لا تسجل. حبيبة بيكو ديفنسيف ريباوند من قدام سارة، تسلم على طول لفريدة وائل. فريدة تهدي الملعب لحبيبة بيكو مرة تانية، تبدأ هجمتها حبيبة لنوع الشتاء. حبيبة بيكو بساط سريعة من على الأرك أو 3 بوينت، تنتهي عند نوع الشتاء اللي باصت قطعلها يارا سما بالباك لاب لكن لا تسجل. يارا سما بتحاول معاها مرة تانية وتنجح إنها تاخد وتعمل الستيل. تبدأ الهجمة مرة تانية عن طريق حبيبة بيكو، دينا عمرو في البيز لاين على الأوبن شوت لكن لا تسجل. نوع الشتاء من اعلى نقطه من قدام سلوى هارون، تلم لكن تتخطف منها مره ثانيه وتروح لسلوى هارون. نور على طول بتسلم لفريده تامر اللي بتبدا الهجمه، والسكيب باص سريع عند الحاوي او مريم صلاح اللي شاطت 3 بوينت لكن اير بول واوتسايد لصالح النادي. هلا النهارده النادي الاهلي اعلن التعاقد مع الامريكي مايكل تومسون لاعب النادي الاهلي السابق، وايضا نوني اوميت لاعب جنوب السودان المتألق جدا رقم 10 على ما اتذكر في جنوب السودان، وكان معانا في التصفيات اللي اقيمت هنا في اسكندريه، وكان بيلعب في نادي ليون دي بونس البورتريكي. ان شاء الله بطوله الافريقيا او البال 3 هتبدا في القاهره من يوم 26/4 ل6/5 باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في الحصول على هذه البطوله. نرجع للمباراه، يارا سمع كيك اوت لفريده وائل اللي شاطت لكن بزر 24 ثانية كان هو الأسرع. فكر حضراتكم الأهلي بمجموعته، كيب تاون من جنوب أفريقيا، فيرافيارو دي بيرا من موزمبيق، بترو لواندا من أنغولا، سلاك الغيني وسي أورليس الأوغندي. كل التوفيق لكتيبة الكوتش والسنيور أوغوستي جولف بوش في بطولة البال 3 بإذن الله اللي تقام في القاهرة من 26/4 ل6/5 بإذن الله. فريدة تامر لنور اللي بتعمل الدرايف معاها نوع شتا من اعلى نقطه، راحت لكن لا تسجل، والبلوك من نوع شتا. يارا سما ديفنسيف ريباوند وفاول على سلوى هارون. ايضا نجمنا وابننا وابن كابتن النادي الاهلي كيدار هنداوي، اللاعب سيف هنداوي لاعب النادي الاهلي والان بي اي اكاديمي، تم اختياره في درافت البال وهيلعب البال السنه دي ان شاء الله بال 3 مع بترو اتلتيكو الانجولي. طبعا في ناس تقول طب ما هو يعني يلعب معانا في الدرافت، كارت النادي الاهلي طلع بعد كارت بترو اتلتيكو الانجولي. 3 بوينت روعه من فريده وائل اللي نجحت في تسجيل 3 نقاط، وسعت الفارق الى 80-39. سلوى هارون تستلم راحت لكن هنا في فاول على نوع شتا وتو شوتس لصالح نوع سلوى هارون. طبعا في درافت البال
زي درافت الـ NBA كده بيتم الاختيار، فكان الدور الأول على بترو أتلتيكو الأنجولي، وكان يأتي وراه على طول كارت النادي الأهلي، فتم اختيار سيف هنداوي لصالح بترو أتلتيكو الأنجولي. كل التوفيق لابننا ولعبنا المستقبلي بإذن الله سيف هنداوي، إن شاء الله يقدم مستويات أكتر مما نتمناه، لأنه هو هيبقى المستقبل إن شاء الله النادي. حبيبة بيكو طلعت الكرة لفريدة وائل، فريدة ليارة أسامة درايف يارة وصلت بشمالها لكن لا تسجل، راحت الكرة لسنوة شتا ونجحت في تسجيل 2 بوينت لصالح النادي. الكرة مع مصر التأمين، فريدة تامر راحت بالدرايف لكن لا تسجل، ديفنسيف ريباوند على طول عند حبيبة بيكو، وان هاند باص على طول للكابتن ودين عمرو، درايف على طول بالفص بريك لكن لا تسجل، صراع على الكرة تنتهي بالجامبول والحيازة للصالح النادي الأهلي. نوني أموت هو المحترف الجديد اللي بيلعب في نادي ليون دي بونس البورتريكي، ده لعيب عنده 28 سنة، أرقامه مع النادي 10 بونت في الجيم، 4 ريباوند 2 أسيست 1 ستيل، 46% في الفيلد جول و84% على الفري ثرو في التصفيات منتخبه، 15 بوينت بير جيم في المباراة الواحدة، 4.4 من 10 ريباوند، 2.2 من 10 اسيست، 1 ستيل، و37% 3 بوينت، و78% 78% رميات حرة. ايضا النادي الاهلي اختار اللاعب عبد الرحمن كمارة من اكاديمية الـ NBA، لاعب يمتلك الجنسية الفرنسية بجانب الجنسية الاصلية هي الجنسية السنغالية. هنقول لحضراتكم برضو في التوقف، لكن سارة ديكي خدناها مع المباراة، هقول لحضراتكم في التفاصيل. وسارة ديكي على فاول على الفاست بريك، لكن هنا في فاول على دينا عمرو. ساره ديكي فري ثرو اول ناجح، 80 40، 40 نقطه هو الفارق، اخر خمس دقائق في عمر احداث الكوارتر الرابع. فري ثرو ثاني ناجح ايضا لساره ديكي. حبيبه بيكو، بيكو تبدا الهجمه لي فريدة وائل، نوها شتا تحت الباسكت، روعة الباص من فريدة وائل، عملت اسيست بالايزي باسكت تنجح في تسجيل نوها شتا نقطتين لصالح النادي الاهلي. فريدة تامر تبدا الهجمه، تسلم لساره ديكي، قلب النادي الاهلي مان تو مان دلوقتي، كوتش طارق خيري بيغير من دفاعاته، رنا عبد الظاهر ونزول جديد على 3 بوينت لكن لا تسجل، تلم على طول فريدة وائل وتسلم لبيكو، بيكو درايف والان اند اوت وطلعت الكيك اوت لفريده وائل، باصات سريعه تنتهي عند ندى نافع، نزلت مكان يارا اسامه لكن باد باص على طول، حور عبد الظاهر تدي لاختها على طول رنا عبد الظاهر، رنا تقف وتشوت 3 بوينت والمره دي ناجحه، تنجح في تسجيل 3 نقاط رنا عبد الظاهر ويقف الملعب كده عشان نوع شتا تربط حذاء. 82 44 لصالح النادي الاهلي. الدقائق الاخيره في عمر واحداث زمن الكوارتر الرابع والمباراه، زي ما قلت لحضراتكم دور الاربعه هيقام يوم 17/4، الفائز النهارده ان شاء الله هيقابل الفائز من هليوبلس والطيران. حبيبه بيكو تقلب الملعب سكيب باص على طول لرنا لدينا عمرو اللي شاطت على 3 بوينت لكن لا تنجح في التسجيل، ساره ديكي على طول ديفنسيف ريباوند، تبدا الهجمه الساره، ساره تقف وتسلم لحور عبد الظاهر، حور جربت وتشوف وتقول انا كمان زي اختي، تنجح في تسجيل 3 بوينت جديده لصالح النادي مصر للتامين. 47 82 حبيبه بيكو تبدا الهجمه لصالح النادي الاهلي، فريده وائل تقلب الملعب على طول لدينا عمرو، دينا ليه نوها شتا جيب اند جو، روعه الروعه ما بين نوها شتا وندى نافع، تنجح في تسجيل نقطتين ندى نافع وتعلي الفارق الى 84 47. ما زال النادي الاهلي مان تو مان، حور عبد الظاهر معها ندى نافع، سلم على طول لفريده، فريده تهوش وتعمل الدرايف لكن وقفلها بالمرصاد فريده وائل، رنا عبد الظاهر خمس ثواني على انتهاء ال 24 ثانيه، باد باص كده وترن اوفر على طول تخطف فريده وائل وتسلم لندى نافع، ندى نافع بالباك لياب لكن لا تنجح في التسجيل، وراها على طول الكابيتانو بالسكند شوت ينجح في التسجيل دينا عمرو بنقطتين كمان.
سارة ديكي تعدي، لكن هنا نوع الشتاء ترتكب معاه فاول وخطأ شخصي لسارة ديكي وأوت سايد لصالح نادي مصر للتأمين. في تغيير في قادم المواعيد، سارة ديكي هتخرج وتنزل مكانها هالة علي في مصر للتأمين. وأيضا هتخرج نوع الشتاء وتنزل مكانها رضوى محمد. نوع الشتاء لأمامنا عملت اسيست من قبل خروجها مع ندى نافع، وادي درايف على طول لهالة علي لكن لا تنجح في التسجيل. فريدة وائل ديفنسيف ريباوند، درايف على الباسكت، طلعت الكيك اوت لرضوى محمد في البيز لاين، شاطت لكن لا تسجل. تلم الكابيتانو دينا عمرو تروح وتوصل وترتكب معاها فاول وخطأ شخصي من قبل حور عبد الظاهر لاعبة نادي مصر التأمين، وتو شوتس لصالح دينا عمرو. دينا عمرو على الفري ثرو الأول تنجح في التسجيل. فري ثرو تاني تنجح أيضا في التسجيل. 87-47 الفرق، هو 40 نقطة لصالح النادي الأهلي. رنا عبد الظاهر تعدي بالملعب تعمل عليها الدبل تيم، لكن هنا في ايه؟ في صافرة، وهنا ايه؟ هنا في فاول على دينا عمرو طبقا لإشارة كابتن حسام عبد المنعم أو كابتن تامر عبد الفتاح عفوا، فاول على دينا. دينا عمرو ونقاش مع الكابتن تامر عبد الفتاح، يعني ملخص النقاش هي خبطتني بكوعها في وجهي انت حسبت عليها فاول، يعني ده الملخص يعني. لسه هلا علي معاها الكوره تعمل الدرايف بسرعتها توصل تروح لكن بترتكب معاها ندى نافع فاول وخطا شخصي والتو شوتس لصالح هلا علي. اخر دقيقتين في زمن وعمر احداث الكوارتر الرابع والمباراة 88-47 لصالح النادي الأهلي. هلا علي فري ثرو أول غير ناجح. هلا على الفري ثرو الثاني ينجح في التسجيل. ندى نافع بتطلع على طول لرضوى، رضوى على طول بدورها بتطلع لدينا عمرو، دينا عمرو تقف وتشوط على الميديم شوت لكن ما بتنجحش في التسجيل. تلم على طول فريده وائل في السكند شوت، سلم لحبيبه بيكو، حبيبه واقفه على 3 بوينت لوحدها ومركزه وفاضيه وتنجح في التسجيل. ثلاث نقاط جديده لصالح نادي الاهلي. فريده تامر تعمل الدرايف في الاول ذا واي والباك لاب لكن ما بتنجحش في التسجيل. تلم على طول حبيبه بيكو وتسلم لفريده وائل لوحدها خالص تقف وتسجل، وهنا يعني هم خلاص انتهت احداث الكوارتر الرابع والمباراه بفوز النادي الاهلي 95-48. مبروك للنادي الاهلي تاهله الى دور الثمانيه او دور الاربعه في السيمي فاينل ان شاء الله يوم 17/4 هيقابل الفائز زي ما قلت لحضراتكم من الفائز من مباراه هليوبلس والطيران. 95 الاهلي 48 نادي مصر التأمين. طبعا سلامات للاعيبة حور عبد الظاهر اللي أصيبت في اللحظات الأخيرة، ألف سلامة لحور عبد الظاهر. أعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة، على أن نلقاكم بإذن الله في مباريات قادمة. كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.